في قديسين مثليين عبر التاريخ أنا أكيد. انظروا ما تروج إليه المحطات التي تسمي نفسها محطات دينية، ومن يطلقون على أنفسهم كنائس، حيث تخالف تعاليم الكتاب المقدس والكنيسة. الويل لذلك الإنسان التي تأتي به العثرة. لا تخالطوهم يا شعبي، فليكونوا ملعونين هم وتعاليمهم الفاسقة. نحن لا نكره الخاطئ، إنما نكره الخطيئة. الإنجيل المقدس بعهديه القديم والجديد يدين ويحذر وينهي عن العلاقة بين اثنين من نفس الجنس. الآيات التالية هي على سبيل المثال لا الحصر: لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. إذا اضجع رجل مع ذكر اضجاع امرأة فقد فعلا رجسا كلاهما، إنهما يقتلان ودمهما عليهما. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلوا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وأيضا ورد في الكتاب المقدس: أما تعلمون أن الظلمة لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، فإنه لا زناة ولا عبدة الأوثان ولا الفساق ولا المعتمرون ولا اللوطيون ولا الطمعون ولا السارقون ولا السكرون ولا الشتمون ولا السالبون يرثون ملكوت الله.